سماح يا مولاي، داود العفو سماح يا مولاي. خلاص هي عندها تسلخات وخشونة في الركبة وهشاشة عظام. أروى عليك الصدقة يا المزدل. فأرسلت زوجتي كي تأتي بطعام يا مولاي، فأتت بدجاجة. الدجاجة دي أين المذنب ولم تأتي به حتى الآن؟ سمعت به في الحال يا مولاي. بسرعة طيب. حاضر يا مولاي. يا مولاي. أين المذنب؟ لقد تأخر المذنب يا مولاي. سوف عندما يأتي سأحاسبه حساب العسيرة. نعم يا مولاي. عسير قصب ولا تمر؟ أتمزح معي في أمور الحكم يا أمير؟ أيها الحراس، ابعت لي الحارس ودني يا ابني من عندي. نعم يا أمير نفاذ. عاوزك تاخد الأمير قدرة ورا الجبل تجرد من ملابسه وتكب عليه ماء بسكر. لا يا مولاي. وتخلي النمل يتلم عليه. لا يا مولاي. ولو في نحل يا ريت كده يضغط. لا يا مولاي. ما ينفعش يا مولاي. خذ يا ابني الأمير قدرة ودي يلا. حرام يا مولاي. صلى قدامي. أيوه الحارس. نعم يا أمير مفاه. هات لي المذنب من بره بسرعة. حسن. هيا يا مذنب. أيوه الحارس. لماذا تتأخر؟ ها هو يا سيدي. نعم يا مولاي. هل حلبت له ثلاثة من المري؟ نعم مولاي. أنت ترى يا سيدي. نعم نعم، لا عبال عليه حلق ميري ميري يعني. ما الذنب اللي انت عملته أيها المذنب؟ اسمعتهم يا سيدي. اخرس أنت أيها الحارس الود. حسن. وما قصتك أيها المذنب؟ ممكن أقعد يا مولاي؟ أتسمح لك بجلسة أمام الملك؟ لا. شكرا سيد. إنه في صباح يوم الجوع يا مولاي، بعت زوجتي لتشتري لنا طعاما، أي دجاجة يا مولاي. هل هي فرخة أم دجاجة؟ فرخة يا مولاي. بريش أم من غير ريش؟ بريش يا مولاي. برجول أم من غير رجول؟ يعني هو الراجل هناك بيقطع رجليها يا مولاي، بس هي مش عارف يعني بنرمي الرجول يا مولاي. طب بيجنح ولا من غير جنح؟ موجودة يا مولاي. هل بتعمل الريش من الوسادة الخالية؟ لا، اللي هي بنهو بيها. أروى عليك الصدقة يا المزدل. فأرسلت زوجتي كي تأتي بطعام يا مولاي، فأتت بدجاجة. الدجاجة دي يا مولاي اكتشفنا ان هي عندها تسلخات وخشونة في الركبة وهشاشة عظام. المهم وهي كده. لا ده اعلان تلفزيون، ده اللي بيجي والساحتين ده ويضايقنا. كمل قصتك كمل. المهم يا مولاي الدجاجة عندها تسلخات على شوية بتاع ده هشاشة عظام. فالمهم ايه، هي عملت الشملولة وراحت مقطعاه وراحت سايقاه كي تأتي لنا بصحن شربات، يعني شوربة يا مولاي. هل الشوربة عندكم اما تحط عليها فلفل من الاسود؟ فلفل اسود وفلفل. بعض من الاملاح موجود، بعض من المرقات. لقد قتلتها يا مولاي. اتحترف؟ نعم يا مولاي. أيوة الحارس ود. نعم يا أمير نوفان. العفو والسماح يا مولاي. داود المذنب. العفو والسماح يا مولاي. داود العفو والسماح يا مولاي. خلاص عفو عليك. تمسك أنت الملك. لا. تمسك أنت حكم البلاد. لا لا. خد يا ابني اللي احترف على نفسه. خدوه كده عذبوه.
تعذيب بسيط كده والاعتراف سيد المدل. شكرا يا مولاي. يلا شكرا يا مولاي. ايوه الحارس، اين الخمر اين الجوار يا حارس ود؟ شناتي بها بعد الحريق، انما الان ما الامر؟ زوجته الامير قدر موجود برا؟ زوجته اتي بها في الحال. تعالي تفضلي. ها هي يا سيدي. نعم يا مولاي. ما الامر يا زوجة الامير قدر؟ حبست جوزي يا مولاي. أتريد أن تخرجي زوجك من السجن؟ عفوا عليك يا مولاي. ارقص لي. نعم يا مولاي. الوسادة الخلية تعبت مني يا غالية بليل بجيبي اديتو الغيبي. الوسادة الخلية تعبت مني يا غالية الوسادة. لقد عفونا عن زوجك. شكرا يا مولاي. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.